فرق منا تكتيكمو مي كيف قلت لك معناتها سجلنا الهدف معناتها اللي صعيب عملناه وسجلنا هدف مي ما عرفناش كيفاش نستحوذوا على النتيجه هذيك باش نحاولوا نسجلوا هدف تعادل كيف قلت لك معناتها اخطاء بدائيه منا نحن نتحملوا مسؤوليتنا الكل ان شاء الله قدرة ربي توا جاي خير مره اخرى معناتها اربع سنين يعني قلت لك معناتها حابين نفرحوا معناتها البلاد معناتها الشعب سيتو معناتها بيوت خايبه برشا في البلاد صراحه ما يحس معناتها اليوم معناتها ماهوش تونسي وخاوي كان